السلام عليكم ورحمة الله. المؤمن كيس فطن، ماشي اللي يجي بردعنا. احنا نعرفه، احنا نقرأ ما تحت السطور. كما تعلمون ان معظم يعني المخابرات العالمية تقوم بتجنيد فئة من الصحفيين، فهذا المدعو امير ديزاد، او كما يقال له بالعامية في شوارع تيارت وفي شوارع الجزائرية امير فرفارة، فهذا أمير فرفارة قامت يعني بعض المخابرات الأجنبية بتجنيده لكي يصبح صحفي. لماذا يصبح صحفي؟ لأن الصحفي تكون له تسهيلات للدخول لأي بلد في العالم يعني بالتأشيرة، وتكون له تسهيلات لكي تكون له تأشيرة لجميع أماكن في العالم. ثانيا، لكي يكون محميا قانونيا، لأن الصحفي عنده يعني ستاتيو جيديسيير، وهذا الستاتيو جيديسيير هذا يحميه من كل يعني المتابعات، لأنه يعد صحفي استقصائي كما قال هو بفمه في فيديو أنه يدرس لكي يكون صحفيا استقصائيا. فالصحفي الاستقصائي كما يقال باللغة الفرنسية ان جورناليست دانفستيغاسيون، لولاد فرنسا راهم طايبين بالقراية وما قدروش يقروا صحفي استقصائي. كيف لك ان اطرح عليك سؤال يا امير، كيف لك ان تدرس في مجال الصحافة وانت يعني سنة رابعة؟ وثانيا، لماذا كيف يعني تقول في الفيديو ان انت قاعد في السيلون وجاء الشرطي قال لك باللي الناس راهم دايرين عليك حاله لبرا؟ يعني انت في السيلون كمتهم يجيك الشرطي ويهضر معاك، يقيمك ويهضر معاك. يعني هنا كاين حالتين، اما انك ما كنتش في السيلون، كنت يعني في شومبرا قاعد طالق روحك وكانوا يهضروا معاك عادي، وإما راك تكذب علينا ولا تبردع فينا كما ما تبردع المبردعين. المهم، حبيت نقول لكم يا أخوتي، ما تطيحوش على رسانكم. هذا راهو عميل تاع مخابرات ورام يخدموا به، والخونة لا عزاء لهم. فالإنسان لازم يكون كيس فطن يعني. وهذا الحراق هذا أمير ديزاد يعني لم يجد يعني، قال لك راهو فيا يعني امر بالقبض وعندي الجزائر. والله العظيم غير كبير عليك الجزائر. الجزائر ما تحوش عليك، قام تحوش عليك الجزائر، تخليك تموت بالقنطه. وانا اعلم يا امير انك لما تنام ترقد يعني في دارك ترقد، ماكش ترقد هاني، قام ماكش ترقد هاني. لان اصعب شيء على الانسان انه يخون وطنه، لان هذا البلد الذي نحن فيه ليس بوطننا يا أخي. فسيأتي اليوم أن يعني إنسان يفارق الحياة ويذهب إلى ربه، وسوف يسأل في قبره على كل صغيرة وكبيرة. هل يعني أوجدت للسؤال جوابا؟ هذه نصيحتي لك، فاتق الله عز وجل وراجع حساباتك، فتوب إلى الله، لأن باب التوبة مفتوح. والخوف، أشد الخوف أنك تموت على هذه الطريقة، وهي الخيانة لله وللوطن. فمن خان وطنه فقد خان دينه، ومن خان دينه فقد يعني خسر الدنيا وما فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية الجزائر.